بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله يعجبكم هذا المقطع، وإلا عجبكم ضغطوا على زر الاشتراك وعلى الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا. فرسول الله كان يفطر على الرطب او التمر او الماء. وشوف انا لا لا انا انا اتحدى العلوم الان، اتحدى العلوم الان ان تقترح لنا ماده غذائيه لمعده فارغه، اتحداها يعني كيفما كانت، يعني تكون امريكيه ولا يابانيه ولا المانيه ولا اوروبيه، انا اتحدى الان عالم يحدد لنا ما يمكن ان نسقطه في المعده كي تفرز مكون البيبسين ويكون لا يكلف المعده اي شيء. هو التمر. نعم، لا يكلف المعدة أي شيء. عجيب. فهذا التمر، لماذا الرطب؟ لأن الرطب فيها تركيز الفيتامينات مرتفع بالمقارنة مع التمر، خصوص فيتامين سي، لأن فيتامين سي مع الاجتفاف يضيع يتلف، تبقى واحد الأثر، ولكن الرطب فيها فيتامين سي، التمر ما فيهاش فيتامين سي، فيها شيء قليل جدا. التمر تركيز فيتامين باء واحد وباء اثنين، ومرتفع في الرطب ومنخفض في التمر. أن نسبة الماء في الرطب هي التمر في 30 حتى ال 35%، الرطب يقدر يوصل حتى ال 55 60% من الماء. هذه ثم الألياف الخشبية اللي كاينة في الرطب تكون ألياف مازال فيها ماء، تمتص ماء، مازال منتفخة. أنها تفيد 90% و100%، أن الألياف الخشبية التمر اليابس أنها تفيد ب 60 و70%. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرطب إن وجدت، إلى القى الرطب كيف طلع على الرطب. الرطب ما كتكونش طول السنة طبعا، إلا الناس دكتور الآن. إذا سمحتي يعني يوضح للناس شنو الفرق ما بين الرطب التمر هو والرطب. التمر اللي يلاه كيتجنى جديد باقي ما يبسش. وكان هما العرب كانوا كي واحد الأنواع ديال التمر اللي كانت تبقى رطب لمدة طويلة، يعني عندها حجم ضخم جيد. ثم أن الرطب هي رطبة، هي فيها رطوبة، فيها ماء. عندنا في المغرب. نعم، طرية. كاينة في المغرب. كتكون في المغرب طبعا، كاينة في المغرب. نعم. كاين ما كتكونش في هذه الشهور اللي قبل الجني ديال التمور، هي كتكون أثناء جني التمور وكتكون شهر بعد. وكاينين أشخاص، أنا المحل اللي حجينا لقينا أن بعض الإخوان في السعودية كيعملوها في الثلج. في المجمد كتبقى، نعم كتجمد، كتبقى هذه الرطب كتبقى لمده طويله. نعم كتبقى لمده طويله، لان الفيتامينات وهذه الاشياء تبقى لمده طويله. ثم هذا التمر لانه ينعش اكثر من التمر فقط، هو بحال غير وفيته بواحد 10 حتى 15% من هذه المكونات، ولكن يكون رطب، يكون طري. ثم صلى الله عليه وسلم لما يجد رطب فالتمر، لان نفس المكونات. اذا لم يجد رطب وتمر فالماء وليس العسل. عجيب. شوف صلى الله عليه وسلم لم يفطر بفاكهة أخرى ولم يفطر بالعسل، رغم أن العسل كان متوفر، ولم يفطر بالحليب، رغم أنه كان يحب الحليب صلى الله عليه وسلم، ولكن الماء، فضل الماء. لماذا؟ لأن الصائم لما يكون صائم ويصل وقت الإفطار تكون المعدة مرهقة وفارغة، أي شيء يسقط في المعدة، أي شيء يسقط في المعدة تبدأ في إفراز البيبسين اللي غادي تهضم به البروتينات اللي غادي تستقبلهم. لما يسقط التمر في المعده فهو لا يرهقها، ما كيخدمش المعده ابدا. نعم، كيطيح فيها، كتبدا تخدم هذيك، كتبدا تفرز البيبسين، وهو كيهبط الامعاء، كيرطب الامعاء بالالياف الخشبيه، وكيعطي سكريات واملاح معدنيه فيتامينات باش يذهب ذاك الارتخاء والخمول والكسل اللي كيكون عند الصائم. هذا من جهه. على مستوى الحاله النفسيه أنه كيكسر الجشع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر، كيسبق الفطور، كيفطر إما بالتمر ولا الماء ولا الاثنين، لما لا جرعة، على شرط تكون جرعة أو جرعتين وليس نصف لتر، جرعة جرعتين، ثم يفطر بخمسة سبعة تسعة تمرات 11، يعني إنسان يقدر يأكل يأكل، ما في حرج. ثم يصلي المغرب، يقوم للصلاة، ومن اللي كيفضي من صلاة المغرب عاد كيرجع يأكل ما تيسر، لا شي حاجة كاينة. معنى يعني كان هذا الفرق من اللي كنفطروا بالتمر وكنقوموا للصلاه، حتى ولو كانت الصلاه ديالنا هذه قصيره، هذه يعني 5 دقائق 7 دقائق. الناس ما كيطولوش في الصلاه، الا طولوا 15 دقيقه يكون احسن. هاد 7 دقائق غادي يكون التمر مر من المعده، وصل الامعاء، امتصت اليود والمكون اليود والفيتامين بي اللي كيهدئوا الاعصاب، واستفاد الكبد، وغادي يكون الدم داز فيه السكر، اللي نورون الخلايا العصبيه خذت سكر ما كتبقاش مضطربه، غادي يكون الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك دازوا للمخ
ما غادي يبقاش داك القلق وذاك الاضطراب العصبي، ثم غادي يكونوا الالياف الخشبيه استقروا في الامعاء، كاين واحد اللي استقروا في الامعاء. نعم. ملي غادي يجي الانسان يفطر ما يفطرش بجشاعة على مستوى الحاله النفسيه. ولا انتظر، انا كنصح الناس ينتظروا اكثر من 20 و30 دقيقه، غادي يشوفوا بانهم غادي ياكلوا خمس الاكل فقط، وغادي يشبعوا وغادي يهضموا وغادي يكونوا احسن. الا ما فطروش بالتمر وزربوا، سرعوا يعني سرعوا في الاكل، غادي ياكلوا اكل كثير وغادي يخلطوا، غادا تنتفخ المعده وما غاديينش يهضموا وما غاديينش يستافدوا، مثل ما لو كانوا فطروا بالتمر وتسناوا وكلوا بهدوء. هذا فحكمه التمر هي حكمه عضويه، هي سنه مؤكده ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه ديالو حتى هي عندها انعكاس علينا حنا، حتى هي كتنفعنا كما ينفعنا الوحي بالقران ينفعنا الوحي بالسنه. كما نعم مزايا الوحي بالقران ومزايا الوحي هو نفس الشيء، نحن نؤمن بالوحيين الكتاب والسنه، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ديال التمر هو يعني متواتر، يعني حديث ثابت ما فيش حديث صحيح. ثم طريقة غادي نشوفوا مائدة الإفطار ما فيما بعد، ولكن خلينا نركزوا على التمر. أنك قلتي تفضلتي في المقدمة أن الناس مع الأسف الشديد ما كياكلوا غير في رمضان، مع الأسف الشديد، ولكن حتى هذا الأكل ديالو أثناء رمضان غادي يستفدوا منه، غادي يستفدوا من التمر خصوص الأطفال الصغار. لا أدري هل هي عادة أم لا أدري، ربما تكون عادة. أنا بالنسبة لي يعني أحب أكل التمر في رمضان، ولكن خارج رمضان أنساه، لا أدري لماذا. هل هي عادة؟ ربما عادة. شوفي سكان الصحراء في المغرب يعني زاكورة وتفيلالت ورزازات وهذه المناطق اللي فيها تمور، نعم نتكلم عن بلادنا عن المغرب، يعني كاين بلدان اخرى عندها تمور بكثرة، الناس ديالها شوف هذه المناطق هذه اللي فيها تمور، الناس اللي تم اللي ساكنين تم انهم ناس ما كيتقلقوش، عندهم برودة الأعصاب، عندهم طبع بارد، نعم، وعندهم بريق في العين في البصر، عندهم بريق في البصر ديالهم، كيشوفوا من بعد، كيشوفوا بعيد، كيشوفوا 10 كيلومتر 15 كيلومتر، يعني النظر جيد. نعم. ثم أنهم عندهم واحد الذكاء ودقة في الأشياء، أكيد، لأن يعني التمر يعطي الذكاء، أكيد أكيد. ثم هاد الأشخاص هذو عندهم عظام صلبة جدا، عظام صلبة، لأن هاد التمر فيها الالياف، فيها املاح معدنيه، ثم ان اشعه الشمس كتعطي مكون فيتامين دي، هذه الكالسيفيرول والكالسيتون جوج يعني، فكيخلي معنى هنا الا اجتمعت الفيتامين دي مع الكالسيوم اي كميه ديال الكالسيوم تكون غادا تمتص 100%. والكالسيوم مع الحديد، والتمر فيه حديد ومصدر حديد، يعطي واحد العظام قويه، الا اجتمع الفوسفور والكالسيوم والحديد مع الفيتامين دي كيكونوا عظام صلبه جدا. الطفل في هذه المناطق هذه، الطفل حتى انه يضرب بحجر ما يتكسرش العظم ديالو، ولكن مع الاسف عندنا في المدينه ان الاطفال كيسقطون من الفراش ثم كتكسر العضو العظام ديالو. التمر، اضيف معلومه قبل المكالمات، التمر كان يتناوله الصحابه رضي الله عنهم قبل صعود الجياد في الغزوات. لماذا؟ لأنه يعطي قوة الاحتمال والطاقة. نعم، طاقة، قوة الاحتمال والدقة. علاش؟ لأن اللي خارج الغزوة إلا فلت العدو ديالو غادي يموت هو. أكيد. ما عندوش الخيار، خطأ، ما عندوش يعني ما خصش يكون خطأ، 0% الخطأ. فولذلك نحن قوة الاحتمال، حنا ما بقاوش عندنا غزوات علي، حنا بات عندنا حرب على شكل آخر. لكن احنا الآن في الوقت الحاضر كتعطينا قوة الاحتمال لهذه الدنيا التي أصبحت صعبة ومعقدة. ولذلك أنا أنصح، ليس يعني النصيحة هي نصيحة، ولكن بما أننا الآن بصدد التمر فنعطيه معلومات متكاملة. الناس جزاهم الله خيرا، الناس اللي خدامين عدم توقيت مستمر واللي خدامين في الإدارات واللي كيركزوا جزاهم الله خيرا، حنا كنطلبوهم على رؤوسهم، نحن نترجاهم باش صحتهم تكون جيده. هذا هو التعاليم الاسلاميه. الناس اللي خدامين في المكاتب واللي عندهم ملفات واللي كيركزوا، اللي خدامين في الحاسوب، اللي في المحاكم، اللي في الامن، اللي هذا اللي عندهم واحد العمل في الشركات، اللي في الابناك، اللي كيطلب واحد الجهد فكري وذهني، وهذه من الاحسن ياخذوا معهم ماء وتمر الى العمل. هذا خارج رمضان. نعم، خارج رمضان. الان نحن في رمضان. نعم، ياخذوا معهم ماء من اللي خرج رمضان، ياخذوا معهم ماء، يدير حتى هذاك المجر ديالو
في الخزانه ديالو في المكتب ديالو، هذا واحد المجر في المكتب ديالو يعمرو بالتمر، بالتمر حتى اللوز والفواكه الجافه جيدة. ولكن ياخذ معاه تمر، يكون عنده تمر وماء في المكتب ديالو، ومن اللي يجي في المساء ان شاء الله للدار ديالو واش علاش ما خصوش، ماشي ما مساليش الاكل، لا ما خصوش ياكل وهو كيركز. لان ما غاديش يهضم، ولا خدا شي وجبه دسمه غادي تهلك، وربما يكونوا اخطاء في بعض الملفات، وربما يكون اشياء اللي غادي تاخر ديك الملفات. فمن الاحسن انهم ياخذوا الناس معهم تمر وماء للمكاتب ديالهم، والنساء على الخصوص، النساء لان العيرات ولاو سريع القلق ولاو سريع الضجر، ياخذوا معاء وتمر ملي يرجعوا للديور ديالهم ياكلوا. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في مقطع اخر.